أهلا بكم إلى زوايا الحدث نخصصها للوقوف على مستجدات الملف السياسي اليمني. أعلنت الحكومة موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد، وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة سبأ الرسمية أن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة تأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات المقبلة وإرسال وفدها للمشاركة بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث. وكانت ميليشيا الحوثي قد أبدت استعدادها لوقف إطلاق النار في جميع الجبهات إذا رغب التحالف بذلك. وذكرت وكالة رويترز أن الميليشيا أكدت في بيان لها استعدادها لوقف الهجمات والصواريخ البالستية وتجميد العمليات العسكرية إذا كان التحالف يريد السلام دون الإشارة إلى الحكومة الشرعية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هو الجديد في بيان الحكومة وميليشيا الإنقلاب؟ وهل يمكن القول أن الدعم الدولي للمسار السياسي يمكن أن يجنب جولة المشاورات المقبلة نتائج الجولات السابقة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. مجددا تعلن الحكومة الشرعية موقفها الثابت والمتكرر من مشاورات السلام. لا جديد في مضمون الموقف، فهو دوما ما يبدي الموافقة والترحيب بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 22/16. الموافقة جاءت ردة فعل لدعوة المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى الجلوس مجددا على طاولة المشاورات في السويد. قبل موقف الحكومة كانت الميليشيا الانقلابية قد أعلنت استعدادها وقف الهجمات الصاروخية على المملكة السعودية ووقف العمليات القتالية في الجبهات إن رغب التحالف بذلك. وهو موقف فيه كثير من الأبعاد وله كثير من القراءات، فالميليشيا لم تتطرق أبدا إلى ذكر الشرعية في موقفها المعلن على لسان رئيس ما يسمى باللجان الثورية محمد علي الحوثي، وهو ما يعني أنها أي الميليشيا الانقلابية تسعى إلى تصوير الصراع على أنه بينها وبين السعودية والإمارات، وهذا بدوره يشكل خطورة بالغة على مستقبل السلام في اليمن إذا ما ذهب المبعوث الأممي تجاه التعامل وفق معطيات هذا التصور. وعوضا على أنه سيشرعن للجماعة الانقلابية، فهو أيضا يأتي ضمن سياق الدعوات التي كان يطلقها الرئيس المخلوع صالح بحصر المشكلة بين السعودية والانقلابيين، ما يعني عدم الاعتراف بالشرعية أولا والتخلص منها ثانيا ومن استحقاقات ثورة 11 فبراير انتهاءا. لكن هذه التصورات تبقى أحلاما وردية للميليشيا الانقلابية، فالواقع أبعد من ذلك بكثير، ومجرد بقائهم كميليشيا مسلحة أضحى أمرا مستحيل القبول من اليمنيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي، وسيكون معنا من الرياض مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. أبدأ مع السيد عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب. مساء النور، أهلا بك أستاذ عبد الوهاب. ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استعدادها للمفاوضات والعودة للمسار السياسي، لكنها تخلف. ما هو الجديد هذه المرة برأيك؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. مرحبا. هو بالطبع بالفعل ليست أول مرة يتم الحديث عن وقف إطلاق النار وعن التوجه إلى محادثات سياسية، لكن في الأخير تحميل طرف صنعاء المسؤولية أنا من وجهة نظري أنه خاطئ، على اعتبار أنه في كل المرات التي يتم الحديث فيها عن مسألة وقف إطلاق النار هو حديث عبارة عن تصريحات سياسية ويعني إعلامية، لكن لم يتم التطرق على الإطلاق في كل المرات السابقة وحتى هذه المرة حول الوصول إلى هيكلية فعلية تحقق وقف إطلاق النار على الأرض. يعني الحديث عن وجود لجنة رقابة دولية تتولى عملية الإشراف على هذا وقف إطلاق النار هو السبب الرئيسي في تهاويه، وليس ولا يمكننا تحميل اي طرف هذا التهاوي. كيف لا يمكن استاذ عبد الوهاب، استاذ عبد الوهاب كيف لا يمكن تحميل ميليشيا الحوثي الانقلابيه المسؤوليه عن افشال المشاورات، وانت تعلم المره السابقه في جنيف
أتى المبعوث الدولي وتم إيقاف معركة الحديدة رغم أن قوات الجيش والتحالف كانوا في ميناء الحديدة وقد كانوا سيطروا على المطار، وأوقفت المعركة من أجل الدخول في المشاورات، والميليشيا أبدت استعدادها لكنها في نهاية المطاف لم تحضر إلى المفاوضات رغم أنها أبدت استعدادها. من يضمن هذه المرة بأنها ستقدم يعني فعلا للمشاورات ولا تخلف ولا تنكث العهد الذي قطعته كما أعلنوا في بيانه؟ هو ربما الطرف الآخر والتحالف تحديدا هو يلعب سياسيا بحرفية سياسية عالية بالشكل الذي يستطيع أن يقلب الصورة تماما. في الأخير هذه المسألة نحن تحدثنا فيها في وقتها وأوضحنا بأن من يتحمل مسؤولية عدم انعقاد اجتماع جنيف ومشاورة جنيف ليس طرف صنعاء وإنما المبعوث الأممي أو مكتب المبعوث الأممي الذي لم يرتب الترتيب والتنسيق الذي مطلوب منه لإيصال طرف صنعاء في ظروف آمنة وما يتطلبه هذا الأمر من ملابسات عودته إلى البلد وما إليه. يظل لديك المسألة المتعلقة أيضا بطبيعة إجهاض المحطات السابقة، يعني أنت تلاحظ أنه حتى الآن لا زال الحديث من طرف هادي حول مرجعيات حوار وما مرجعيات حوار، مع أن هذا الكلام هو أسلوب للإطاحة بالحوار وليس يعني مسألة تؤدي أو تجعل الحوار مثمرا، لأن ما يراه هذه قرارات دولية وفق القرار 2216 أستاذ عبد الوهاب وليست الدولية. نعم القرار الدولي أنا معك، لكن بالنسبة للمبادرة الخليجية ليسوا ملزمين بها أطراف صنعاء وتحديدا أنصار الله، وإن كان ملزما بها المؤتمر الشعبي العام، بينما مخرجات الحوار يعرف الجميع أنهم أنصار الله والمؤتمر كانوا غير موافقين على أهم نقطتين في مخرجات الحوار وهما الدستور والأكاليم، وبالتالي كيف تريد أن تجعل من هذه المرجعيات؟ نحن طيب. الآن الحوار طيب. يجب أن يكون واضحا، فقط هذه الفكرة لو سمحت، الحوار يجب أن يكون واضحا هو للحظة انتقالية يعيد فيها وضع البلد إلى الوضع السابق إلى تدخل التحالف السعودي، وبالتالي كل المسائل يجب أن تسير في مسارها الطبيعي، يستكمل الناس حوارهم حول الأكاليم وحول الدستور، ومسألة ما بدأ يديره حتى جمال بن عمر وقتها هو أيضا يعني أصبح رسميا وأمميا المتعلق بالبحث حول مؤسسة الرئاسة ومنصوص عليه طيب. حتى في القرار الأممي، ويجب أن تتاح الأمور وفق المطلوب حاليا. نعم طيب، أرحب بالأستاذ مختار الرحبي من الرياض مستشار وزارة الإعلام. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام ومشاهدي الكرام جميعا. أهلا بك، لعلك سمعت ما طرحه الأستاذ عبد الوهاب الشرفي يقول بأنه لا يمكن تحميل ميليشيا الحوثي الانقلابية فقط مسؤولية إفشال المشاورات، وإنما تتحمل المسؤولية أيضا الحكومة الشرعية وأيضا المبعوث الأممي الذي فشل في تأمين حضور الوفد التابع للحوثيين إلى المشاورات، وأيضا أكد على نقطة قال يجب أن تعود المفاوضات إلى ما قبل التدخل السعودي فيما يسمى بعاصفة الحزم. أولا متعددة يمكن الرد عليها، أولا بأن المبعوث الدولي لم يتحدث في يوم من الأيام أن الحكومة الشرعية أو التحالف هم سبب في عرقلة المشاورات، هذا طبعا لم يأتي، بينما كان هناك حديث رسمي ولو أنه بالتلميح أن الطرف الآخر هو الذي تعمد عدم الحضور وأوجد عراقيل متعددة من أجل عدم الذهاب إلى مشاورات. ودعنا لا نتحدث عن المشاورة الأخيرة في جنيف، دعنا واحد وجنيف اثنين وكويت واحد وكويت اثنين، كل هذه المشاورات أنا كنت موجود في هذه المشاورات وكنا نصل مع الطرف الانقلابي إلى نقاط محددة، منها جسور بناء الثقة ومنها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وكذلك الأسرى، و حتى أنه في جنيف اثنين مع الشيخ أحمد كان هناك التزام بأنهم سوف يقوموا بإطلاق سراح بعض المختطفين والأسرى وكذلك الصحفي، وذهب بنفسه إلى صنعاء ولكن تم النقوص على هذه الاتفاقيات ورفضوا، وبعد ذلك التزموا بأن يتم إطلاق سراح المختطفين والأسرى، وتم تقديم كشوفات متعددة من قبل الحكومة الشرعية وهم أيضا قدموا بأسماء أيضا أسرى، وكنا وصلنا إلى نقاط مشتركة، لكن للأسف الشديد أنهم هم من رفضوا الالتزام وعدم الدخول في اتفاقيات أو الدخول في صلب القضايا. هم يريدون الآن أو في السابق في المشاورات السابقة يريدون تقديم العربة على الحصان، يريدون أن نتحدث عن تشكيل حكومة ورئيس توافقي وغيرها من الملف السياسي،
ويرفضون مجرد الحديث عن موضوع سحب الأسلحة وانسحابهم من الأزمة في اليمن. ليست أزمة سياسية، نحن ليس بيننا وبين أطراف سياسية في اليمن أو أحزاب سياسية أو شركاء في الحكومة مشاكل. مشكلتنا الأساسية، وهذا التوصيف يجب أن يعلمه الجميع، أن مشكلتنا في اليمن هي انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة في اليمن، بالتالي يجب إزالة الانقلاب وانسحابهم من المناطق والمحافظات. بعد ذلك يمكن للأطراف السياسية وليس للميليشيات ومن يمتلك ميليشيات خارج إطار الدولة لا يجب أن يشارك، إنما الأطراف السياسية التي تؤمن بالعمل السياسي عليها بعد ذلك أن يتم الاجتماع والحديث بعد ذلك عن إجراء انتخابات واستكمال ما بدأناه في العام قبل 2014. نعم. أما الآن الحديث عن أنه ليس معترف بالمبادرة الخليجية وأنه يريد فقط الحديث وفق القرارات الدورية وما تم الاتفاق عليه سابقا، هذا أعتقد أنه مرفوض، لأن أساس الفترة الانتقالية هي مبنية على المبادرة الخليجية وانتقال الحكم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى فخامة الرئيس عبد الرب المنصور. هذه هي كانت وفق المبادرة الخليجية التي نظمت الحياة السياسية منذ العام 2012 وحتى 2014 وما بعد. بالتالي اليوم حينما نتحدث أنه لا يمكن أن يعترفوا بالمبادرة الخليجية، طيب، على أي أساس يبنى التوافق السياسي؟ نعم. طيب لكن أستاذ مختار، نعم، تم العمل خلال الفترة السابقة. نعم، تعلم أن هناك الآن ضغوطات كبيرة ودور كبير بقيادة المملكة المتحدة بريطانيا من أجل عودة المسار السياسي، وربما الجميع المتابع للشأن اليمني يقول بأنها تصب في صالح ميليشيات الحوثي. ألا تخشى الحكومة الشرعية من ممارسة ضغوط أكبر قد تكون أو تقود البلاد إلى تسوية غير عادلة وتجبر الحكومة على الموافقة؟ السؤال لي؟ نعم لك. بالنسبة للضغوطات، أنا لا أعتقد أنه أي طرف لا إقليمي ولا دولي يمكن أن يرغم الحكومة على أنصاف الحلول أو على اتخاذ إجراءات الحكومة لا تريدها أو لا ترغب فيها أو تكون منافية لما تم الاتفاق عليه مسبقا من قرارات دولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية. أي ضغط خارج إطار هذه المرتكزات الثلاثة لا أعتقد أن الحكومة ستوافق عليها، لأن الحكومة تبحث عن حلول نهائية. نحن لا نريد عن حلول ترقيعية، ولا نريد أيضا أن نخوض في تجارب تعيد لنا الحرب بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. الشعب اليمني من حقه أن يعيش حياة مثل باقي دول العالم، مثل باقي دول المنطقة، بأمن واستقرار وفي حضور دولة. أما أن نخوض اليوم مشاورات تفضي إلى اتفاق يبقي الميليشيات أو يبقي سلاح الميليشيات أو ميليشياتها موجودة، فهذا نعتقد أنه مرفوض ولا يمكن أن يقبله أي يمني. الدماء التي سالت طوال 4 سنوات لا يمكن خذلانها من قدموا أرواح وما يتحمله الشعب اليمني اليوم من جوع ومن قطع رواتب وأزمات لا يمكن أن يقبل بأنصاف الحلول. الحلول يجب أن تكون نهائية وجذرية وتنهي الأزمة من الأساس. نعم أستاذ عبد الوهاب الشرفي، كيف تقرأ الخطاب الذي ربما هذه المرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بدأ يعني أقل حدية من الخطابات السابقة والبيانات السابقة وإبدأ استعداده لإيقاف الحرب والتفاوض؟ هل هو يعني الشعور بالهزيمة وفقدانه للعديد من الجبهات القتال وتقهقر قواته، أم إلى ما ترجئ ذلك؟ قبل أن أجيب عليك فقط أريد أن أعلق على بعض ما طرحه أخي المختار. نعم. الجميع يعرف يا سيدي أنه فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية الأمم المتحدة تعاملت مع أطراف أنصار الله كطرف سياسي وخاض أكثر من محطة أممية، وهو لا يعترف بالمبادرة الخليجية وليس طرفا فيها. وهذا الأمر أقصد أنا أنه من غير المنطقي الآن أن تريد أن تطرب أمور هي بعيدا عن ما هو مطروح حاليا. فيما يتعلق أيضا بمخرجات الحوار، كما قلت لك التوافق لم يتم حول أهم نقطتين، ذكرت هذه النقطة حتى لا يتم التكرار. أستاذ عبد الوهاب ذكرت هذه الجزئية ووضحتها بوضوح، أجب على سؤالي لطفا. أضيف شيء واحد، هناك اتفاق أممي اسمه اتفاق السلم والشراكة يضع بند متعلق باستكمال هذه المشاورات المتعلقة بالأكاديمية وبالدستور. اتفاق السلم والشراكة، اتفاق السلم والشراكة يعني بعد أربع سنوات من الحرب تدمرت البلد وقتل فيها اليمنيين، الآن ترجعون إلى تطالبون بالسلم والشراكة. هو لماذا لم يتم العمل بالسلم والشراكة من قبل 4 سنوات؟
اتفاق أممي مرعي أمميا، ومن يريد أن يخرج عليه عليه أن يبين ما هو الجانب الذي هو لا يرضى فيه ويدخل ضمن نقاط التفاوض. تظل المسألة أيضا، نحن الآن كما قلت لك نحن في لحظة سياسية هي حول الحل. من غير المنطقي أن تريد أن تنهي كل المطالب المختلف عليها سياسيا من قبل دخول التحالف السعودي في الملف اليمني في هذه اللحظة. نعم. استفادة من ظرف وجود التحالف السعودي. نعم. فيما يخص سؤالي، نعم، خطاب لموقف أنصار الله مؤخرا، والذي هو أعلن الآن عن طريق محمد علي الحوثي الذي هو رئيس اللجنة الثورية، وهو بالطبع ليس طرفا رسميا حتى الآن، لكن على ما يبدو أنه تجاوب معه وزارة الدفاع إلى حد الآن وأعلنت قبولها بهذا الأمر. في الأخير هم كما طرحوا وكما هو الواقع، الجميع يعرف بأن هناك كلام طرح في الأمم المتحدة وطرح من وزير الدفاع الأمريكي بأنه يجب إيقاف الضربات على دول التحالف والطيران المسير مقابل إيقاف الهجمات الجوية وما إلى، وبالتالي التفاعل هو تفاعل طبيعي. يعني هناك طرح معين طرح من الطرف الآخر الأممي ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ورسالة أنصار الله تأتي في هذا السياق، ولا يمكن قراءتها بغير هذا الأمر. ربما أنا أعتبرها أنها تحمل شيء من الإيجابية في الأخير. نعم. ولكن كيف سيد عبد الوهاب، كيف يمكن أن يعتبرها كما تقول شيء من الإيجابية من قول ميليشيا الحوثي، وأنت تعلم قبل يومين يتم إطلاق 3 صواريخ على مدينة مأرب؟ نحن الآن نتكلم عن لحظتنا، في هناك حرب دائرة، هذه الحرب إذا وقفت وتم أن انتهك طرف معين وبدأ بها، هنا نحن نحمل المسؤولية. أما أن نأتي لأن نحتسب يعني على طرف معين أنه قام بفعل ما أثناء الحرب والحرب جارية ولم يعلن إيقافها، لا أعتقد أن هذا الكلام من المنطق ومن العدل، وإنما هو محاولة للترصد. نحن الآن نريد الوصول لحالة وقف إطلاق نار لهذه الحرب التي تدور على رؤوس المدنيين، وسنشيد بكل خطوات سواء من طرف هذه أو من طرف أنصار الله تساعد في الوصول لهذا الأمر، دون الحاجة للتلفق بمسائل يعرف الجميع بأنها ليست ملزمة. أي صواريخ سابقة هي لم تكن داخل أرض من فترة وقف إطلاق النار، ولا يمكن احتسابها على أي طرف سواء من ذلك الطرف أو من هذا الطرف. نعم. طيب أستاذ مختار الرحبي، الواضح أن ميليشيا الحوثي في كلامها وخطاباتها وحتى بيانها الأخير لا تذكر الحكومة الشرعية لا من قريب ولا بعيد، وكلامها دائما موجه للتحالف العربي. كيف تقرأ تجاهل الحكومة الشرعية والتخاطب بصورة مباشرة مع التحالف؟ هي للأسف الشديد أن هذه الميليشيات ليس لهذه المرة فقط، هي منذ اليوم الأول الحرب تريد أن تحول الحرب من حرب محلية قامت بسبب انقلاب ميليشيات على حكومة معترف بها دوليا إلى حرب إقليمية بين الحكومة بينها وبين السعودية. أخي العزيز، السعودية ليست طرفا في الحرب مباشرة، إنما هي جاءت بدعوة من الحكومة، بالتالي الأزمة هي أزمة محلية وليست إقليمية محلية. التحالف جاء بسبب هذه الميليشيات وبسبب انقلابها، لو لم تنقلب الميليشيات لما جاءت السعودية ولا الإمارات ولا التحالف ولم ندخل أصلا في حرب. لكن هذه الميليشيات هي التي جعلت من الحكومة الشرعية تضطر اضطرارا لطلب المساعدة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لنجدة الحكومة، وأيضا إلى الشعب اليمني من هذه الميليشيات التي استوردت أفكار غير أفكار الشعب اليمني، والتي نهبت الأموال، والتي سطت وفجرت ودمرت وقتلت وشردت أبناء الشعب اليمني الذي اليوم يعاني ممارستها وبسبب ما قامت به. لذلك الميليشيات تحاول إرسال رسائل سواء للداخل أو للخارج أننا نحارب السعودية ونحارب 16 دولة وأن هذه الحرب حرب إقليمية ودولية، وهذا كلام غير صحيح. حربنا هي محلية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ومن خلال ما منحه الدستور للحفاظ على الأمن والدستور والحفاظ على مؤسسات الدولة، تم طلب النجدة والمساعدة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. طيب أستاذ مختار سيخوض المشاورات ليست في المملكة العربية السعودية. نعم أستاذ مختار، لكم تجارب يذهب المشاورات هو وفد من الحكومة اليمنية. نعم أستاذ مختار، لكم تجارب كثيرة مع ميليشيات الحوثي أنتم في الحكومة الشرعية، إذا كنتم فعلا تملكون القرار كما تقول،
المرة السابقة عندما وصل أبناء الجيش الوطني إلى مطار الحديدة وتم تطويق الميناء أوقفت المعركة بأمر من الإمارات. اليوم بنفس الطريقة عندما وصل أبناء قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية وأيضا العمالقة إلى شوارع الحديدة يتم أيضا التخاطب مع التحالف ويتم إيقاف المعركة والجميع في أحياء وشوارع الحديدة. إذا عما تتحدث أنت أن القرار هو يعني محلي وبيدكم أنتم وليس بيد التحالف؟ أولا بغض النظر عن هناك ضغوطات والحكومة تتعامل في إطار أولا في إطار داخلي وفي إطار داخلي مع التحالف العربي لأننا شركاء ولأننا في تحالف مشترك وهذا طبعا معلن ونحن نخوض معركة وهناك غرف عمليات مشتركة بين الجيش وبين الحكومة وبين الأشقاء في دول التحالف العربي بغض النظر عن ما حصلت من إشكاليات سواء في المناطق الجنوبية أو غيرها أو أيضا في مسألة إعلان الحرب أو الإعلانات لكن الحكومة هو الذي يمتلك الحق في إعلان الحرب وفي إنهائها وفي اتخاذ أي قرار بغض النظر عن الإشكالية البينية وعن ما يحدث من تجاوزات هنا أو هناك لكن يبقى القرار الحكومة اليمنية وبفخامة رئيس الجمهورية هو الذي يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية ولكن نحن نقول أننا في تحالف مشترك مع الأشقاء في التحالف العربي وقرار الخوض والمشاركات والحكومة هي التي تعلن وهي التي تصدر القرار والوفد الذي يذهب للمشاورات ليس وفدا إماراتيا ولا سعوديا إنما مشكل من الحكومة الشرعية. نعم أستاذ عبد الوهاب الشرفي يتساءل الكثير من اليمنيين وعلى وجه التحديد من هم في محافظة الحديدة يقول كيف يمكن أن تذهب ميليشيا الحوثي فعلا إلى جولة سلام وتفاوض على السلام لإنهاء الحرب وهي الآن تلغم جميع الأحياء والمدارس والمساكن وتعتلي أسطح المنازل والأحياء السكنية في الحديدة وتفخخ الشوارع بشتى أنواع الألغام والعبوات الناسفة استعدادا لمعركة ربما ستكون أكثر ضراوة في الأيام المقبلة. ربما ذكر أخي مختار قضية متعلقة بحول أنه الانقلاب الذي فرض الأمور هذه وأنا قلت بأن نحن الآن في لحظة حل أولا أستاذ عبد الوهاب أنا أتمنى أن تجيب على سؤالي أستاذ عبد الوهاب أستاذ عبد الوهاب أجيب على سؤالي لأن بنعيد نفس الكلام من البداية يعني هذه النقطة قد وضحت أجيب على سؤالي حتى نكمل الحديث ونستفيد من الحديث دعني أطرح نقطة مهمة الآن بات كلا الطرفين انقلابيين القرار الأممي هو يدعم حكومة بحاح التي هي حاصلة على مسابقة مجلس النواب وناتجة عن اتفاق سياسي ومدعومة بالقرار الأممي وأطيح بها من هذه وبالتالي مفهوم الانقلاب إذا سلمنا بأن من هنا حصل انقلاب فقد حصل انقلاب من الطرف الآخر وأصبح مسألة التفاهم على مؤسسات الدولة أمرا مفروضا بالنسبة لما سألت عنه يا سيدي في الأخير نحن بالنسبة لنا نرفض تماما القتال على رؤوس المدنيين والتفخيخ في الأحياء من أي طرف كان لكن يجب أن تطرح الأمور باتزانها كما ننتقد هذا الأمر يجب أن ننتقد أولا الطرف الذي يهاجم على مدينة ويدخل مدينة ويعرف أنها آهلة بالسكان ويعمل على تحويلها إلى جبهة القتال وبالتالي الخطأ هو مشترك ومن يتحمل الجزء الأكبر منه هو من المتقدم والمهاجم على مدينة لم تكن كل هذه الممارسات الآن التي بالطبع كما قلت لك نحن ضدها يعني لكن في الأخير المتسبب الأول فيها هو الطرف المهاجم للمدينة وليس الطرف الذي كان موجودا فيها وكان يجب أن يتم خروجه منها ضمن اتفاق سياسي دون تعريض المدنيين والمدينة نعم. للدمار والقتال بداخلها وفي شوارعها. برأيك لماذا لا نلمس من ميليشيات الحوثي ولا يلمس اليمنيون من ميليشيات الحوثي كما يقول الكثير أي بوادر يعني حسن نوايا يعني إطلاق سراح مختطفين إيقاف تعسفات ضد المدنيين عدم يعني نشر الألغام والعبوات الناسفة في الأماكن المدنية لماذا لا نرى حتى خطوة واحدة فقط حتى يأمن الناس أنه فعلا هناك جدية للسلام؟ راجع عنك المسار السياسي وستجد أن الناس خاضوا في هذه الأمور وبدأوا يجدلوها وفي كل مرة يتم الإطاحة بالمخرجات بطريق ما الأسلوب الذي يعتمد هو الانتكائية دائما عندما يتم الحديث عن تنفيذ البنود من كل الأطراف سواء أطراف صنعاء أو أطراف شرعية ندخل لنا في مسألة انتكائية نريد هذه الأسماء وهذه الأسماء لا نريد هذه الخطوة وهذه الخطوة لا
نسلم بخطوة ونذهب للاحتيال عليها في ظهران الجنوب فيما يتعلق بلجان وقف إطلاق النار وما إليه. هناك عمل سياسي محترف كما قلت لك من الطرف الآخر، عادة ما يعمل على إخراج خطوات هذا الطرف بأنها هي الجانية فقط ويحاول أن يبرع نفسه. نعم. نحن ندعو الجميع لأن يلتزم وأن يقدم خطوات. ما هو الذي يمنع طرف هذه مثلا أن يدخلوا في مسألة تبادل أسرى ومعتقلين من كلا الطرفين؟ لماذا أسرى هؤلاء معتبرين وأسرى أولئك غير معتبرين؟ نعم هناك معتقلين، لكن المعتقلين هؤلاء يعني هم الداخلين في القرار الأممي، لكن في الأخير قد حصلت حرب في البلد وأصبح هناك أسرى ومعتقلين للجميع. طيب. والجانب الإنساني يجب أن يقدم وأن يفرج عن الجميع وهكذا. نعم أستاذ مختار الرحبي، إذن كما يقول الأستاذ عبد الوهاب الشرفي بأنه مسألة حكومة شرعية وحكومة انقلابية قد انتهت عندما تم عزل بحاح وتشكيل حكومة أخرى والطرفين أصبحوا انقلابيين كما يقول، كيف ترد عليه؟ هذا كلام غير مقبول، وهذا كلام محاولة للافتكاك ومحاولة للتنصل عن يعني عن أولا عن الشرعية المعترف بها دوليا، والعالم أجمع تعامل مع حكومة بن دغر والآن يتعامل مع حكومة الدكتور معين. ولا يمكن للإنقلابين أن يتحدثوا عن إنقلاب أو عن أن هناك أن حكومة الشرعية حكومة إنقلابية، لأنهم هم أصل الإنقلاب وهم من انقلبوا على الدولة. أما بالنسبة للرئيس الجمهورية وللحكومة فهي حكومة معترف بها ويتم الالتقاء بالمبعوث الدولي ومع السفراء، والعالم أجمع يعترف بالحكومة الشرعية ويتعامل معها، وسفراءنا في كل أنحاء العالم يتعامل معهم، بينما وزير خارجيتهم لا يمكن أن يذهب حتى إلى أي دولة أو أن يتواصل مع أي وزير خارجية آخر. هذا دليل واضح على أن هم الإنقلابين وهم من انقلبوا على الدولة، وأيضا ليس هذا فقط لكن أنهم حتى هذه اللحظة يرفضوا تقديم تنازلات من أجل الشعب اليمني، يماطلوا في تنفيذ الاتفاقيات، يرفضوا الدخول بمشاورة حقيقية. أما بالنسبة لنا نتمنى اليوم قبل الغد أن تنتهي الحرب وأن يعم السلام والأمن إلى كل ربوع اليمن، لأن السلام أيضا يحتاج إلى شجعان، وللأسف الشديد نحن في نظرنا أن الطرف الآخر ليس شجعان لكي يقدموا تنازلات حقيقية من أجل الشعب اليمني وأبناء الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض، والشكر أيضا للمحلل السياسي الأستاذ عبد الوهاب الشرفي كان معنا من صنعاء. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.